بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة هنتكلم النهاردة عن الصور المتحركة والثابتة. طبعا الصور المتحركة هي عبارة عن مجموعة صور ثابتة بتتحرك خلال فترة زمنية معينة. يعني مثلا انا عندي صور مثلا لحصان عندي هنا كده متاخد في اكتر من لقطة وهو بيجري، فانا عايز اخلي الصور هنا تيجي ورا بعض علشان يوحيلي ان الحصان ده بيجري زي ما انتوا شايفين كده. فانا عايز يوحيلي الصور دي مشغلها ورا بعض بتوحيلي ان الحصان ده بيجري فعلا. طيب عندي برنامج يا جماعة اللي هو اسمه ايزي جيف انيميتور. البرنامج ده بعمل بيه صور واخلي الصور صور متحركة. طب ازاي الكلام ده؟ اول ما بفتح البرنامج كده فبتفتح لي الشاشة الافتتاحية للبرنامج، فبضغط هنا على كرييت نيو انيميشن. كرييت نيو انيميشن معناها عمل او انشاء حركة جديدة. فبيظهر لي المربع الحواري ده، بضغط على اد ايمج علشان ان انا اضيف صور عندي. طب الصور ديت موجودة على الديسك توب، احدد مسارها وبعدين احددها وبعدين اقول له اوبن، فبتظهر عندي كده. طيب وبعدين بأضغط نيكست، فبقول لي هنا كده انت عايز تشغلها كم مرة الصورة دي، تتحرك مرة واحدة ولا كم. فبختار رقم كبير مثلا 2000 او كده رقم كبير. طيب وهنا بقول لي انت عايز السرعة بتاعت كل صورة والتانية، ما بين كل صورة والتانية سرعة قد ايه. فانا مثلا هختار هنا 10 معناها 1/10 ثانية، يعني 20 معناها 2/10 ثانية وهكذا. فاختار رقم قليل علشان السرعة تكون عالية عندي وبعدين اضغط نيكست. باختار هنا كده المحاذاة بتاعتي، مثلا انا خليها في السنتر مثلا واضغط نيكست. ممكن ان انا اعمل ريسايز تو فيت علشان تكون الصورة بملء الشاشة، اعمل نيكست عندي وبعدين اعمل فينش. لو عايز اشغل كده بضغط بيبدأ اشوف الصورة وهي بتشتغل عندي. طيب انا ممكن ان انا اغير الصورة او اغير حجمها من ريسايز انيميشن واكتب الحجم اللي انا عايزه. فمثلا انا هختار هنا مثلا في الويدث مثلا 600 ويعمل لي الهايت مثلا 449 واعمل اوكي. لو انا عايز احفظ بقى الصورة دي يا جماعة بعمل ايه؟ بفتح قائمة فايل واختار منها سيف اس. طبعا انا البرنامج ده بعمل بيه شغل كتير قوي، يعني ممكن ان انا اكتب مثلا اي اسم من انيميشن كومنت، واقدر ان انا احذف صورة من هنا واخلي صورة تيجي قبل التانية وهكذا. اللي يهمني ان انا احفظ الصورة من قائمة فايل بختار منها سيف اس، احدد مكان الحفظ اللي هو مثلا الديسك توب واسيبها على جيف اللي هي الامتداد جي اي اف مثلا، واكتب اسم مثلا ده حصان مثلا، اكتب مثلا حصان متحرك واقول له على الديسك توب واقول له سيف. بيسيف عندي على الديسك توب يا جماعة. اقفل كده الاقي موجود على الديسك توب. طبعا انا عندي النسخة 7 بتفتح مثلا بانترنت اكسبلورر الصور المتحركة، ونلاحظ كده حصان بيتحرك عندي وبيجري. طيب تاني فيديو هنشوفه يا جماعة مع بعض ازاي بعمل انيميشن زي دي. البرنامج ده هو برنامج يا جماعة اللي هو اسمه فلاش ميكس. طيب بفتح البرنامج كده ماشي، اقول له ستارت. طبعا النسخة تجريبية عندي. انا هعمل نيو علشان اعمل منه فايل جديد او صورة جديدة، فايل نيو. وبعدين بأختار هنا يا جماعة الصورة اللي عندي اللي انا عايز اعمل لها انيميشن. هختار مثلا صورة اللوجو من على الديسك توب واقول له اوبن. وبعدين من هنا من براوس هختار ملف الصوت اللي انا عايزه يظهر مع الفيديو ده، انا هختار او مع الانيميشن ده. بحدد مكان الملف يا جماعة بتاع الصوت وبعدين اعمل اوبن. يبقى احنا هنا كده حددنا الصورة من براوس وحددنا ملف الصوت اللي عندي من باك جراوند ساوند من براوس برضه، وبعدين اوكي. فبلاقي الصورة عندي جت هنا. بختار بقى الانيميشن اللي عندي دي كلها، ده شغل انيميشن بأضيفه للصورة. يعني مثلا الباك جراوند هنختار لها مثلا صورة، بس طبعا مش كل الصور بتكون متاحة عندي.
مثلا صورة زي دي، واجي هنا مثلا اختار مثلا حركة، كبر بس عشان نشوف. طبعا بتظهر عندي هنا كده تحت. طبعا النسخة التجريبية دي انا ليه ان انا اضيف بس 10 صور، اشدها كده وندور برضه على صورة تانية او على حركة تانية، دي مثلا ادور على حركة تانية. دي الصورة اكبر من اللازم، انا بختار اي صورة من الصور. طبعا صورة تحت صورة، فانا مش واصل الصورة دي، خليها زي ما هي مفيش مشكلة. اللاين ده مثلا كبيرة برضو، فبختار بقى اي مجموعة صور زي كده برضو. لا ده لا، نعمل اندو. فبنلاحظ يا جماعة الصور زي ما احنا شايفين كده. طيب عايز احفظ بقى الكلام ده، بعمل ايه؟ بفتح قائمة فايل واختار منها سيف بروجكت، افتح فايل واختار منها سيف بروجكت، او لو انا عايز ان انا بقى ايه احفظها علشان تتفتح، يعني احفظها بالبرنامج ده، يعني عايز انا احفظها تفتح دوت اكس اي. لو عايز احفظها بقى يا جماعة عشان تتحفظ دوت اكس اي ملف تنفيذي، بضغط على سيف دي، بضغط على سيف دي، تمام، فبيفتح لي المربع ده، انا بختار منه سيف اس دوت اكس اي. يفتح لي مربع حواري دلوقتي، يسألني عن المكان اللي انا عايز احفظ فيه وعن الاسم. بكتب هنا كده الاسم اللي انا عايزه، مثلا اكتب مثلا لوجو متحرك مثلا، او لوجو فلاش مثلا، ويبقى طبعا اسيبه على الديسك توب مفيش مشكلة، وطبعا ده فلاش فورمات سيف. ماشي، عايز ان انا اشوفه، بضغط يس عشان يبدأ يشتغل عنه. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا يا رب يكون اتعلمنا حاجة جديدة. إذا وجدتم ما كنتم تتوقعونه فالحمد لله رب العالمين، وإذا لم تجدوا ما كنتم تتمنونه فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ننساش يا جماعة إن احنا نعمل سبسكرايب أو نعمل شير للفيديو ده. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.